حشيش باغي حقي باش نعيش وما نسكر ما نبيع حشيش باغي حقي باش نعيش وما نسكر ما نبيع حشيش باغي حقي باش نعيش وما نسكر ما نبيع حشيش باغي حقي باش نعيش وما نسكر ما نبيع حشيش باغي حقي باش نعيش وما نسكر ما نبيع حشيش باغي حقي باش نعيش وما نسكر ما نبيع حشيش بنسكر من بيحشيش باغي خبيزة باش نعيش 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 الاخوان تحية نضالية الاخوان كاملين جميع القطاعات اللي لحقوا اللي واش هذا مسؤول حاشا بزاف عليه الرئاسة واش هذا عليه واش هذا مسؤول حاشا بزاف عليه الرئاسة واش هذا مسؤول حاشا بزاف عليه الرئاسة هذا مسؤول حاشا بزاف عليه الرئاسة هذا مسؤول حاشا بزاف عليه الرئاسة النضالية السابقة شرت لواحد السؤال السيد الرئيس وشكرته عليه أما هو وانتم كتذكروا أنه استجب للدعوة استجب للدعوة ديالنا وعلى طويلة الحوار ونشكره بزاف بزاف ونعود له عود الشكر لأن عود نقل البارج من تحت طلعوا لفوق هادشي ماشي معقول يا مسؤول يا مسؤول هادشي ماشي معقول يا مسؤول يا مسؤول هادشي ماشي معقول يا مسؤول يا مسؤول وللمزيد ماشي معقول وللمزيد الإخوان ما عمرها كانت سابقة في المغرب أن رئيس مفوضية كيتلقى تعليمات من نقابات ولا من أجهزة أخرى
ماشي من الرؤساء ديالو المباشرين، وكما شرتها المره اللي فات قلت له عندي الدليل وعطيته حتى لك ناسيونال ربما تكون خايبه عليه، راني عطيتها له. مسؤول كيبين لك الهوندا كانه مجرم. الهوندا حجزتوها والطاكسي تلقتوها. 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 الهوندا حجزتوها. هاتي هنا الاخوان ثلاثة شوف اسمع شوف اسمع هوندا كتخلع 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 شوف الاخوان ثلاثة اللي داس ثلاثة وثلاثة ندخل حتى واليوم السبت ما طبقتش المادة 96 ما بقاش النقل السري ما بقاوش الهوندا تيدورو المدينة الفضيلة ملائكة كاينة غير في العيون كلشي الحمد لله كلنا ملائكة ما بقاتش علاش غير هوندا دخلوا علاش ديال لي جي تي ام بغينا نبينو باللي هاد العميد ضد الاتحاد العام الشغالي المغرب هو وبعد الكورير با شري بوحدو ليكون في علمكم هذا بعد البوليس وعندنا الاسماء ديالهم وكان طلبوا من المدير العام الامن الوطني ونجددوا من المدير العام الامن الوطني ان واحد مجموعه تاع كورير با هنايا ما منتمينش نقابه الاتحاد العام مع الاسف وربما منتمين نقابه اخرى علاش؟ لأن الهندات واحد وقيته من ما كانوش معانا ما كانوش يشدوه ومين الطاكسيات كانوا معانا شدوهم وحجوهم ودخلوهم للبوليس مين خرجوا قالوا لهم خرجوا من الاتحاد العام غادي نطبقوا وعلاش جينا وحتى جينا والبوليس اللي فينا وعلاش جينا وحتى جينا والبوليس اللي فينا وعلاش جينا وحتى جينا والبوليس اللي فينا انا غير بغيت نسقسي واش قانوني ولا ماشي قانوني لان كيقول لك مين كيشدك اي واحد اما بوليس ولا جندارم كيديرك اما يقول لك مخالفه تصالحيه يعني كتخلص وتدي السياره ديالك والورق البوليس تاع العيون لا حجوسه الهوندا حجوزه 15 يوم وداو البرمي رخصة السياقة وصيفطوها بلا محضر مديرية الإقليمية تاع التجهيز والنقل وخلص المخالفة 113 ألف فرنك والسيارة باقية محجوزة وغادي يولي عندهم ويخلص عاود الفوريان أربعة هاد المخالفات سوا لا أنت يا كنت قاتل في نيدي تسميتك ساهل ولكن المخالفات واعره اللي داروا حقنا كاع ما خصناش هاد المشاكل اذا من جيت في الطريق حيت نفكر في واحد الشعار الهوندات حجزتوهم ما عرفتش شكون راه يدير الكاميرا خليه باش يبان لي مزيان الهوندات حجزتوها الطاكسي تلقتوها الهوندات حجزتوهم والبيرميات كلفتوهم لان ما عطالوش حتى وثيقه على البيرمي اللي شدوا له وهذه لا يعقل شديت لي واحد الرخصه اعطيني واحد الوثيقه بلي راك شاد لي رخصه السياقه هذه لا يطبقها
البوليس خارج عن الإدارة العامة للأمن الوطني، وقولوها بكل صراحة خارج عن الإدارة العامة، لأن الإدارة العامة للأمن الوطني مكاينش هذا، كيقبضونا البوليس في عدة مدن، يشد لك الوثيقة، يعطيك واحد الوثيقة، واحد الوصل بأنه دار لك هذا الفيرم. إذن الهوندات حجزتوهم، والكرميات تلفتوهم، والمخالفات ثبتوهم وحدة مور وحدة، والشوافر شردتوهم، الشوافر هما هنا. إذن أنا إخواتنا قبل ما نطلعو، قبل ما نديرو المسيرة، غادي كل واحد يجبد كارت كريس ديالو كبير، ماشي يجبد 100 درهم، أنا ما كنعطيش الرشوة، ما يجبدش القرفية، وما يجبدش الزرقاء، وما يجبدش الخضراء، حنا ماشي تاع هاد الشيء، حنا مع سا ماجيستي الله ينصرو والله يشافيه ويعافيه، مع سي عبد اللطيف الحموشي، نحاربوا الرشوة فيما كانت، ونفضحوها. كل واحد غادي يجبد البيرمي ديالو، وغادي نسطروهم هنايا، ونصليو عليهم صلاة الجنازة، باش يديوهم كاملين. متفقين؟ وهذه علاش قالت السي محمد الحرمة كل شيء يكون موضح. واه على صلاة الجنازة عند البيرميات. راكم موضحين وراه صلاة الجنازة راه كتصلى بالقرع بالصبابط وما فيهاش الركوع اللي ما كيصليش الله يديرهم. إذا غادي نحطوا البيرميات ديالنا هنا، وأنا بالسيف عليا أنا هو ككاتب يحميني أنا ولا بيكون ديما ولا الحاج. شي واحد من الحجاج ديالنا يكون ديما. يلا البيرميات أصحاب الهوندات. الوحده والتضامن اللي بغيناه يكون يكون، 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 اللهم ارحمه. اللهم ارحمه. امين. واش راه كاين؟
Oh, yeah.
الحرمة كاتب إقليمي اتحاد العام الشغالي بالمغرب بإقليم توعد. جاءت هذه الوقفة من نقابة مهنيين هومبة نقل البضائع بالعيون الشرقية، يعني العيون سيدي ملعوك، نظرا لواحد القرار العاملي يطبق من طرف جهاز الأمن والفصل 96 من المدونة السير يطبق على الهومبة فقط. الإخوة المهنيين مع الدستور المغربي كيقول لك للجميع المغاربه على قدم المساواه، يطالبون بتقديم بتطبيق البند ولا الماده 96 من مدونه السير على جميع جهاز النقل المركبات التي تمتهن النقل السري بالخصوص. حنا هادو هوندات عندهم ترخيص عند العماله عطيهم، ولكن البوليس بعض الناس تاع كوريربا كيشوفوا غير الهوندات، وبالخصوص كيشوفوا الهوندات اللي فيهم اللوغو تاع الاتحاد العام. والهوندات كاين واحد 13 ولا 14 ما عندهمش اللوغو تاع الاتحاد العام، ما كيدخلوهمش. ودوك بليس علاش؟ لان شكات بهم سياره الاجره الصغيره اللي منضويه تحت واحد النقابه اخرى، ومع الاسف انه هاد البوليس ما كيطبقوش مدونه السير والبنود ديالها والمخالفات على سياره الاجره الصغيره بالعيون الشرقيه. وأكيد بالعيون الشرقيه كيخرجوا على المدار الحضاري، كيركبوا اربعه الناس نهار السوق، كيخلصوا الى ركبوا ثلاثه الناس كل واحد يخلصوا عليه، ماشي كورسه يخلصوا على واحد، وامام شرطي المرور. وعندنا واحد ثلاثه الاسماء اتحفظ بذكر اسمهم باش ما يقولولكش التشهير وهذه يبقاو يتابعونا بشي كذا. حنا وجهنا نداء الى السيد مدير العام الوطني، صيفتوا رجل نزيه مسؤول تايق فيه، عنده واحد الثقه كبيره نتاع ماجستير، الله ينصرو والله يحفظه والله يشافيه ويعافيه. كنطلبوا مدير العام الوطني افاد لجنه التحقيق. حنا ما هاربينش من القانون، ولكن من بغاو يردوا العيون مدينه فاضله ومدينه الملائكه يطبقوا 96 على الجميع وفقط. اذا الحوار مغلق، رئيس المفوضيه مسكين مغلوب على امره، شفت كوريربا مغلوب على امره، طرقت الباب نتاع الديفيزيونير عدة مرات، ما عرفتش الحوار يعني مسدود. ولهذا كنا حنا دايرين معتزمين باش ما حنا نقابة مساهمة ونقابة متسامحة. والغريب في الأمر أن الهوندات نهار من احتاجوهم باش يمشيو للمسيرة الوطنية اللي دعتها الفعالية المجتمع المدني باش يديروا واحد المسيرة ضد غوتيريس ذاك الوقت في الأمم المتحدة، كل هوندا هزت أربعة الناس خمسة مشاو من هنا للرباط، والبوليس داير لهم ذاك الوقيته داير ستافات قدام وداير لهم ستاف باش يمشيو في عين الله حفظه، ولكن غير يجيو من المسيره يطبقون عليهم جميع. عندنا هاد الهوندا اللي تشدت مؤخرا دابا راهي في 11 يوم طبقت عليها اربعه المخالفات. المخالفه الاولى سحب رخصه السياقه وارسالها الى المديريه الاقليميه للنقل، وطبقت عليها واحد جوج مخالفات، خلص واحد المخالفه 53 الف فرنك وواحد المخالفه 60 الف فرنك، يعني 113 الف فرنك اللي خلص. ومازال البيرمي محجوز، ومازال الهوندا محجوزه 15 يوم، ومين تخرج وقبل ما تخرج خصها تخلص عاود الفوريان، بمعنى اربعه المخالفات.
وهذه عيون ما فيها لا تجارة ما فيها لا صناعة ما فيها معامل ما فيها هاد الناس بشعار الكرامة بغي الكرامة وبغي القانون يطبق على الجميع وكفى. وكنشكروا الأخ سعد قادر الصحفي المهني اللي كيتواجد معنا في هذا المحطة ونطالب بتطبيق القانون. حنا كنا غادي نديروا واحد المسيرة ولكن مع الأسف ما طبقوش حتى القانون نتاع فض نتاع حجز إيقاف المسيرة، وهو أن خصو واحد الكوميسار يجي هنا وتكون عنده الصفة الضبطية ويخطب ثلاثة الخطرات يقول لنا ودي راه المسيرة غير مرخصة المسيرة غير قانونية ثلاث مرات إلا ما درتوش احنا غادي ندخلوا فيكم، يعني غادي يطبقوا العنف ومن حقهم ذاك الوقت لأنه كيكون دار الإشارة. مادام هذا الشيء خصو بمكبر الصوت يشترط المشرع المغربي مكبر الصوت، هذا الشيء ما كيجريش هنا في العيون، العيون ما عرفناش هاد الناس، واحد بعض العناصر تاع الكوري الباح غير صالحة، وكنتمنى واحد الاستجابة مع السيد المدير العام للأمن الوطني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.